سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم ماسك رائع لملء الفراغات في الشعر. نبدأ على بركة الله. المكونات اللي نحتاجو زبدة، تاع زبدة بقري نذوبوها، وعندي المكون الثاني اللي هو السدر، والمكون الثالث اللي هو نواة التمر مطحونة كما راكم تلاحظوا في الصورة. ناخذ هنا لحساب كثافة عطور الشعر تاعك ديري الكمية. دوك انا زبدة تاعي هذه كاني ذوبتها، دوك نضيف لها المكونات، اي السدر المطحون والنواة التمر المطحونة. يعني بعد ما ضفتهم نمزج المكونات جيدا حتى نتحصل على ماسك كريمي، نضعه على فروة الرأس وحتى وجميع أطراف الشعر، ونتركه لمدة ساعتين إلى 3 ساعات، ونغطيه ببوني بلاستيكي. وبعدها بعد المدة هذه نشطف الشعر تاعنا عادي، ويستعمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع.